عشنا الزمر الكريم لحظات رائعة من فن العيط الأصيل بكل صدق، لحظات ما يمكنش نساوها. ولو أنني بغيت نأكد على واحد النقطة ديال أن هذا المهرجان من حسنات مهرجان الوطني العيطة، أنه خلانا نكتشف مواهب ديال فنانين كبار اللي كينتميو لنا في آسفي. شيخ جمال زرهوني من الأسماء اللي تقريبا هذه العشرات السنين هو كيمارس، ولكن منذ الدورة الأولى لمهرجان العيطة والسهرات والمهرجانات اللي كتقام مدينة آسفي، اكتشفوا الجمهور، اكتشفنا باحث وفنان كبير.